هاي شنو خلاص؟ بس انتي مسواقش بعربانة مال الطفل. ام عفاف وانتي ليش تتدخلين؟ امي ما تتدخل بكل شيء، وبعدين انتي ليش خايفة من سؤال امي؟ شو السالفة بنات على كيفكم؟ انا طريقي طويل والاشياء ثقيلة فخليتهم بالعربانة. دلينا منين اشتريتي هاي الغراض؟ ام عفاف من السوق، تريدين اروح اجيب وياك؟ اخذيها حبيبتي العربانة واني راح اروح اشتري المسواق، يلا عيني. لا خليها هي تروح وحدها. خل شوف الغراض شلون. لا تبدي. ها شنو؟ مشتري طفل؟ انتي صدق ما تستحين؟ مرش كبرك. انا ما استحي لو انتي من تعلين صوت الاغاني حتى ما اسمع بك الطفل. يلا خلينا نشوف ابو اسمر اشقر. شوف لا تمدين ايدك على ابني. انت منو؟ انا ام للطفل. لحظه انت مو طريقه فراس اللي تعاركتي وياه قبل؟ اي وهذا ابن. انا ما جاي افهم القصه فهموني. انتوا كل عقلكم تريدون تاخذون ابني من عندي؟ هذا ابني انا افتهمته الولايه الاخرى عند دربي. وخلي ايدك وخلي ايدك كلش ترى هسه بلغ الشرطه. دخلش كل شيء ولا الشرطه؟ خليني اتفاهم. انت فهميني ابني شو جابه يما خلاص؟ هسه انت شعلي تشم المشاكل، ما كفاش اللي صار؟ انا مشاكل؟ ايش قالوا لك عني ابوك جهال؟ لا تاجر مخدرات. والله ترى هذا ابني وحتى اسمه عدنان. ابوس ايدك بس شوفي البيان. والله ابني يا ناس والله ابني. هسه يلا تذكرتي انه هو هذا ابنك وجايتني على الحضره تريدين تاخذيه من اني ربيت وكبرت؟ والله ما عنده اصرف عليه، رادي يموت بيدي. والله رادي يموت بيدي. فهميني ليش شمرتيه؟ أبوه نكرني ونكره وما يعترف بي. وكل وحدة مثليك أبوه ينكرت شمرة بالشارع؟ هسا شو تغير؟ لقيت شغل خدامة بالبيوت وانطوني غرفة واني راح أربي. يعني بس تعرفين تخلفين الشمرين بالشارع؟ ما فكرتي باكر عقبة شلون راح يربي؟ شلون هو أنتي؟ الله يخليكم انطوني ابني خلي أروح. كل عقلك أني أنطيك الطفل اللي ربيته. يلا طلعي برا. يلا برا. على كيفك خلاص؟ لا حبيبتي ما انطهي. أمه مهما يكون. وأخري أنت تتدخلي. يلا حبيبتي. يلا برا. برا. يوسف ما انطيه لاي احد، افتهمتي لو لا؟ خلاص يعني قدام العالم تبغين تفضحيني؟ لو طق ما انطيه.